النهارده بنحتفل مع حضراتكم بذكرى ميلاد الفنان هاني رمزي، واحد طبعا من ابرز نجوم الكوميديا في مصر، وقدم مجموعه من الاعمال المميزه اللي ارتبط بيها الجمهور، ويمكن كانت بدايته في المسرح مع الفنان محمد صبحي، وبعدها قدم لنا مجموعه من الاعمال السينمائيه المهمه زي فيلم الحب الاول مع مصطفى قمر، وكمان فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه مع الفنان الكبير محمد هنيدي، وقدم ادوار البطوله في افلام جواز بقرار جمهوري وغبي منه فيه ومحامي خلع وابو العربي. في ذكرى ميلاد الفنان هاني رمزي نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع بعد كده نكمل الكلام. اليوم هو ذكرى ميلاد الفنان هاني رمزي، واحد من أبرز نجوم الكوميديا وصاحب طلة مميزة على الشاشة. ولد هاني رمزي في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا في 26 من أكتوبر عام 1964، ووالده هو المحامي الشهير عادل رمزي. حصل هاني رمزي على بكالوريوس التجارة، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991. بدأ مشواره الفني بالمسرح مع الفنان محمد صبحي من خلال فرقة ستوديو 80 التي قدم من خلالها عددا من المسرحيات، منها تخاريف ووجهة نظر. وانت مين؟ مسعود. ليه يا بابا؟ مسعود. طيب مسعود، اهلا وسهلا. اتجه بعد ذلك إلى السينما، حيث كانت انطلاقته في فيلم الحب الأول مع مصطفى قمر ومنى زكي وطارق لطفي، وأيضاً فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. قدم هاني رمزي دور البطولة لأول مرة في فيلم صعيدي رايح جاي، بعدها توالت أفلامه ومنها اتفرج يا سلام، فرقة بنات وبس، وناصر 56، ثم قدم أدوار البطولة في أفلام جواز بقرار جمهوري وغبي منه فيه ومحامي خلع وأبو العربي وأسد وأربع قطط ونمس بوند والراجل الغامض بسلامته. عطا اطلع لي دلوقتي قدام الفندق وافتح لي الباب اللي ورا وعيشني بقى. ايه؟ مشيت ازاي؟ استاذ رياض. هاي، يعني ايه؟ هركب ميكروباص بالبدلة ديت؟ استاذ رياض. ماشي ماشي عطا، ماشي. دخل هاني رمزي في تجربة الدراما من خلال تقديمه لعدة أدوار متميزة في التلفزيون، من أشهرها مسلسل مبروك جالك قلق عام 2005، وعريس ديليفري عام 2011، وابن النظام عام 2012، هذا بالإضافة إلى غيرها من المسلسلات المتميزة.